رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكاملين المكملين، الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. خدای تعالی د قران د سورته مؤمنون دا د آیت 5 دا او د آیت 5 دا تفسیر کشف خدای تعالی وها بحث حضرت مریم او حضرت عیسی د کې او ګو خدای تعالی عزوجل خاتنا حضرت عیسی ګو به باب چې بویا او دیا ما مریم جی ګو کسي دسته خنه دای دا او کورګ جی رچې بویا ګو اب معجزنا دلالتی سر قدرت خدای و عظمت و مزناتی خدای د کوم خدا بحثاوید کی وی وجعلنا ابن مریم و امه آیه خدای به مگران یا قر مریم حضرت عیسی و دیا وینا آیه مکرنا معجزه و آیه یعنی اساسا هر کی جو آیه تکن یعنی حضرت عیسی بخوا معجزه یا و دیا ویجی معجزه یا اذا گو یعنی همانا گو هر یکن ج آیتن گرک تسنی اورال گوتبان آیتینی یعنی جبو گو یکو یکو جوار او کریا و یا خود تا لوی دری بچاو جعلنا چویا حیا لسر آیتن اب آیتن تفسیر آیت جعلنا کدیه مقدر دکی جبو یکی تکرار اید مفردی هاتیه کرن تسنی نانیه و آویناهما خدید به ما او حواندنا الى ربوه بل وی جی بلندبا ذات قرار و معین و خدی سکن بو قرار دی بو و معین و اض حرکی سر و عدی وی جی او جی هنکا گوتیا لقسه ناوی الایا هنکا گوتیا المصریا هر گو چند حق گورج ده حق وی ده هنا هنكا غوتيا المصرية هنكا غوتيا الفلسطينية هنكا غوتيا الرملة وهنكا جيجي غوتيا إلى العرضة القدسية يعني خداية تعالى عز وجل حضرت عيسى وحضرت مريم مثلا بما خل ما قراندنا وما حواندنا بالجيكي بلندبا بالجيكي مقدس فا ذات قرار وكارب نويدر قراحة يعني سببی گلویدی کارن بسکنن جبو گلویدر آب هیا فیکی هیا و معین آب هرکی سببیون حیات بله حیات یعنی الویدر گو آب تنبی مالما انسان نکاری آشمیش بی فیکی و خوارن نبی انسان نکاری آشمیش بی ایده خدای تعالی دبی مدائن جی کی ولو بلند گو هم آب لی هیا هم جی سکنی لی هیا بإن قلت لو قيل آيتين بأجر قوت بيجي وبهتا قوتن جلا وأم آية آيتين بهتا قوتن هل كان يكون له وجه يعني جيرا وجهك هبو يعني جويرا جيريك هبو قلت نعم إمام زمخشري خدا جد بني لأن مريم ولدت من غير مسيس چونكو مريم بی دستانا انسانا گو انسان دستی خو بدنی دا خدای تعالی حضرت عیسی دائی دا جهاتی دنیای و عیسی روح من الله و عیسی رحک اجترف خدا با القیا الیها هاتی آبتن ببال حضرت مریم با یعنی او معجزه و جگو گو بی زلام جی بی دستانا زلام جی او حضرت عیسی چی بویا او جی معجزه یا وقد تكلم في المهد ويكشف معجزات حضرت عيسى جي وقتي هي بجوب دركشي دي خبر دايا سيداي مروي سي تشكيل بيجان نظام دنگي وينا كرم حتى بهدو يانكي باري كي نخوش نايلو كيدري بهل قال يقول له وجه يعني قلت بقى هل يقول له وجه هم هل كان يقول
Ya ji gotman hel kana lehu. Nana ez olan. Hel kana yekunu lehu vecun. Yani hel kana yucedu lehu vecun. Qayde bekum peydere be becera veceki. Ama hoş he. Hel kana lehu vecun da olur. Hel yekunu lehu vecun da olur. Bir de hel kana yekunu lehu vecun. Kim avakir ye? Bine ez olan. Yani qayde beku hebecera veceki. Debeku hebecera veceki. Değil gotun Musa. Ve kad tekelleme fil Mehdi. Mele. Ve Hazreti İsa aleyhisselam dediler ki şey deci iştegiliya. Evci mu'cize kiviya. Ve kâne hebu Hazreti İsa yuhiyil mevta. Yani insani miri bi izna khudeyi sağt kirin. Ve ma'a mu'cizatin uhad. Degel henik mu'cize diji. Ve Kudaya Teala Azze ve Celle dabuna Hazreti İsa. İnsani keçel, insani kurici. Go şifa bdesti bin hatadan. Fakana ayet min gayri vecih. Evcibuna ayet nebiyeki teni vecheki teni belki çend hab ayet vecih go Khudaya Teala Azze ve Celle mu'cizadana Hazreti İsa. Vellafzu muhtemilu littesniyeti ala takdiri ve cealna bne Meryem'e ayeten ve ummehu ayeten. Bu lafzeyi veci muhtemela وجبو تسنية آيتين لسر تخطيرا وجعلنا ابن مريم آية وخديد بما قري حزتي مريم مقريان دي آية معجزة وأمه آية وما ديا ويجي كريا معجزة يعني لسر قو جعلنا لويدي شوية حسبي ثم حذفت الأولى يا بيشي شوية حسبي لدلالة الثانية عليها جعلنا دوا دلالتي سريا بيشيدك يعني آيات هذا دي أقولها وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية آية هذا دي أقولها سر حسب أبا أولدك تأوج قبيلة علفا وماء باردة كنت قطع أو أو جوين رأي معطوفة عليه حسين أو كنت معطوفة دي ها مالي حذفت الأولى يا أول شوية حسبيك وآيتنا للدلالة الثانية عليها جبوكو آيتنا دوا دلالة السريا أولتي عين وصا الربوة والرباوة يعني قد آيتي دي إلى ربوة الربوة والرباوات في رأي ما الحركات درايا ويدا هرسي حركهنا يعني ضماء فتحة وكسرة ربوة 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 وقرئ ربوت ورباوات بالضم يعني ربوتها تي خندن وربواتها بضمها تي خندن ورباوات بالكسر كسر جهه تي خندن وهي ربوات الارض المرتفعه عرضا قول لجوري عرضي بلندا جي بلندرا تي قوتن قيل هي اله وارض بيت المقدس قوتي إله أو جنابي جيا كيا وعرضا بيت المقدس يا قوتي نابي بناك يا إنيا 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 مملكتك القدس يا لو إنيا شهر يعني أو ده جيا كيويا جبوك أو تقولوا بلندا قوتي نابي بيا وإنها كبد الأرض أب إلاجي أب ربوت قوتي قرشكا عرضيا يعني أورتا عرضيا يعني أورتا مثلا زي بجموه دري جبوك أورتي ديا و گوتی مچاوا گورچکا انسان دنابا اورتا اوا انسان هدیا گوتی او جو گورچکا وی کزا وقت وقت گبا اکواتور یعنی اورتا دنیای وی دنیا بله و اقرب الارض الى السماء و ان نزع ارضی ببال اسمانا بیا اودر ب 18 میل ب 16000 میل اودر نزی اسمانا یا جبوی درید بدن ب 16000 نینا سیدا ب 8 ب 18 مینا 16 میلا سروان کلمه گوز مخشری دبه کی و اینا کبیدولاری تمام ورملیه دبه که زبا عرضی خوشه و اقرب الارض الى السماء 18 میلا حجدم بشنی زی آسیمان دلیل سردیت تو نی از اونم امنام بی ربوت اینجی که بلند ها يعني اما هذا بكي تمام الارض ده بحجدم ميلا ده نزي آسیمان هي
يعني من سيدا جي جي دني يعني بالنسبة بال مكان دن جي أرضي بعد بيوي دني بلندة داني زي أسيمانة إيكا كدري نبي لي حتى كنت لي اعتراض بك يا نن يعني بالأرض السماء بسمانية عشر ميلا سيدا فبتدي بعن كعبن يا رواية رواية ماني يعني كعب يقول شعبنا مالي مالي هاي تسبيل كرني بيا ما يسلات كرني بيا بيج مخصوص مالي وقيل دمشق وغوطتها قوتينا ولا أب مسازي بيجي جي الربوات قوتي لدمشقية أو غوطت جي كي بدار ومثلا جي كي الشامية آبا ويب داري ويزحفن قوتينا بيبيا مالي وعن الحسن فلسطين والرملة قوتي فلسطين ورملة يا أجي نبي جي كل فلسطين يا وعن أبي هريرة أنا شفان قولات درا أساس حدث مريم جي كلي بي للشورى قدسية شورى قدسية بأن قرشاق أو بذات جهو لأنه سيري أزونا شما جوانا بين نصارى أزونا أنا الكتابة الكتابة دينر تاريخي ده بيت شو ما دمن نصارى شنكي حدث عيسى للنصيرية شركي بيهاتي دنياي لوما منسوب حدث عيسى منسوب بار الشهر دوغما ويباد بين نصيري مالي وعن أبي هريرة وجا أبي هريرة خداش راضي بهاتي رواتي قوتي إلزموا هذه الرملة رملة فلسطين قوتي لازم هر ربي رملتي او رملتها قول فلسطينية تبقوا قرآن بحثا وكريا فإنها الربوة التي ذكرها الله او رجية بلندي وخداية على ذكرها في القرآن ذكرتها او رملتها قول فلسطينية ابو هريرة جي قولوا قوتي وقيلة وقيلة كجي قوتي مصر قوتي ناولا او ربوة نابي المصرية والقرار يعني قو خداية تعالى عز وجل قو ذاتي قرارين قرار شيا المستقر من أرض مستوية منبسطة يعني أوا قوتي قرار كنجوية عرضا دوز عرضا راس ومنبسطة قولو فرها وعن قتادة يعني جيه كي قو ياشانتي لسر يشيد بي إنسان كارياش مش وعن قتادة وش قتادة خدا جرازي بها تيري وقوتي ذاتي ثمار ومان قوتي أب قرار يعني أو عرضة قوفيكي وآبي وحيا جيرتي قوتن جي تسكني يعني أنه لأجل الثمار مقصد بجبوني فيكي يستقر فيها ساكنها إيه قول ورد سكني جبو فيكي وير ورد سكني والمعين ذاتي قرار ومعين الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض أو أبا شكرا قد حرك لسر روي عرضي جيتي قدن معين يعني أبا كانيا تدي أبا كانيا دهركي أبا جوا دهركي أبا كانيا دهركي أم جوارة بيجن كاني يعني كاني أبا قو أبا أبا دهركي يعني أبا قد زيو دهركي فالي وقد اختلف في زيادة ميمه وأصالته أم معين اختلافها تيكرين زيدبونا ميما ويدا كازيدة ويخط أصلية فوجه من جعله مفعولا وجه وايقود بيجن أم معين مانا مفعولة جعلنايا أنه مدرك بالعين لظهوره يعني تي إدراكرين بعيني يعني نمعينا بلكي بالعين لظهور هجبوك وشكرت بي دركبي هنجي بي وعدي مشتري من عانهو بلي من عانهو إذا أدركه وقال من زايدة من عانهو إذا أدركه بعينه يعني بوي هركاندنا أخوة ظهر كرنا أخوة وقت بودجي أم مثال نقوله هنا قو بلي نحو ركبه كندي أبركبه تتبجي إذا ضربه بركبته وقت يقول مثلا ببيه خواه العرضي بدي مثلا تتبجي ركبه
چوكا خو چوكا يعني چوكي خو انسان عديدي ويا خو دبا چوكا خو العديدي يا حيوانك لا الاسباس يوان بمر چوكا خو كيلكي ركبه ودربه وركبت يعني بالهزبي شارة دبي شارة چوكا خو كيلكي جانا حدار بيكيرة تمي حيوان مغد بي مرغلوب چوكا خو ليتي مرم جانا سوار جيل بي بسواري مرم اوا بي خو ليت خان چوكا خود هجيني انجي نبني زكي بي خان بري ووجه من جعله فعيلا ويبو بي معين يدخن دقرين دبي سيغا فعيلا انه نفاع لظهوره جبوبو منفعتا جزاهر بوناوي وجريه وجهر كاندناوي وي وعدي جشتي من الماعون جماعونة ماعون مانا او تشتي قدنابا انسانا دا قو انسان ددنا هب وجهب خازن عادتا بس وكو قازما وكو بيري وكو داسي وكو خي وكو بروشي او تشتي قدنابا انسانا دا قو جيران جيرانا خازن جيران فيها ويمنعنا الماعون يعني وهو المنفعة ومنفعته منفعته هندك حتى إذا دنابا إسلامي دا دنابا مسلمانا دا مانا زكاة جبوكو زكاة لبر ماليوي هندك مثل جيلة قوتية مثل منفعته قوت دي إنسانا دي زكاة دا باعود دي قوت دي شمكي القرى مالي أصلي جزاكي يعني القرى وي مالي وشي در تبيع أو هندك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وداد بيا قلي رسولا قلي بيغمبرا كلوا من الطيبات بخون جتشتي باقج وحلال مع المخدي خطاب تمام بيغمبرا ركليا دي قلبو تمام بيغمبرا ندوع دكي دبونا نظمان كي دبونا وخدي قازي تبا كليا إذا دبرادا يعني معنى هر زمان پیغمبر رسول کی اب خطابها ها اب نداء ها جرها تيكرن وعملو صالحا ويا قلي رسولا عملي قنج بكن عملي باش بكن اني بما تعملون عليم فدا بمحقق از بي تشتي قوندكن بعملي واد زانم يعني اللي بلا وكو تهديدي ونشبكن عمل چا عملي بكن خدت بأز بعملي و أز بعيشي و دزانم بهذا النداء والخطاب ليس على ظاهرهما أبقى ذكرناها يا أيها الرسول وخطابك وخداية على عز وجل تمام بيخنبرا ركليا ليس على ظاهرهما نلقو را ظاهرة تمام بيخنبرا ندوخ لكينا يعني كو قاضي بك أزونا ای گلی گندیا، ای گلی ملت، اگر تبل باهر بن، اگر تبل حاضر بن، تبل عصر اکید، زمان اکید، او ای که پیغمبر تبل نمصابونه، چوا اویدی مکرس زاری قنینا؟ بردی و کیفا، و چوا، و الرسول انما ارسلو متفرقین فی ازمینت مختلفت دیگل گو پیغمبر رسول، ها آنجا خاتنش یاندن ایری ایری ود زمانه گو نو کو هر کد زمانه کی ایدی ده هاتنا اینش گورو به امنی دا و خطاب نل گورا ظاهریه به هزار سال دنا بین اون ده بیه و انا خو و انما المعنى انجخ معنا و هارو چیندی الاعلام بان كل رسول في زمانه اعلام شکر کرنا گو چقا رسول گو زمانه وی ده نو دیلی زالیکا هاتیه گازی کرنج بو ویچتی ها ووصي بها به وتوصيه بيشتي عمل صالح ومثلا خوارنا تشتي حلال ليها تيكر ليعتقد السامع من الطيبات وعمل صالح ليعتقد السامع جبوكو باور بكي انساني وسعد كي ان امرا نودي له جميع الرسل وأب أمرك يقولوا يا وتمام الرسول في هاتنا قاضي كرن خدي قاضي واكريا ووصوا به ووصيت هاتي كرن قوتشتي حلال بكن وعمل صالح بكن أب حقيق لايقا أن يؤخذ به ومرف به قرشها بيشتي بكري ويعمل عليه ولسر به عمل بكي حقا وإنسان مثلا تشتي حلال بكن
تشتي باقش وتمييز بخون وعمل صالح بكن اف تشتكي حقا لا يكتب إشارة دكاكم بحلال حلال تشتي خدا حلال كليا مباح كليا يكوش إنسان را منفعته وكاره وباشش تمامي پیغمبر را كليا وش إكو تابعه پیغمبر را اشتفر يعني مثلا آيات كده وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني يعني أوكا أو تشتكو مساجة قواتية شياندن جي پیغمبر را تبيك آج ويت خوزا بيجا زماني وان دبجا جهي جهي با آيري با نجبوك وأمري واجتهاتي بوجبا خدايا اتبا وكم مالي والمراد بالطيبات قصاد ادم حتى حضرت محمد تليك دقيق تجيلا تشي نبي فقط الشرايع اداجي كوكي شرايع اداجي مثلا خارنا الطيب عمل صالح ابي اجي تمام امته وبيغمبر الله بس بلي مثلا بيدري بما ان اباحه الطيبات للانبياء عليهم السلام الشرع قديم واحتجاجا على الرهبانية في رفض الطيبات مالي. أو حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام ومريم وإيوائهما إلى الربوة ليقتدي بالرسل في تناول ما رزق وقيل أن نداء له ولفظ الجمع للتعظيم بني. والمراد بالطيبات ما حل وطاب مقصد شتي باقش شتي حلال وتميز وقيل قيله قوتي الطيبات والرزق قوتي الطيب ما ناشي ما ناشي قو خدي خسي رزقي إنسان نانا سيدا طيبات الرزق حلال أوصف هنا طيبات حلال ووصاف وقوام ها بلي دبي رزقي رزق يعني رزقي باقش كي جانا أبيبو حلالا وصاف قو تميز صافية وقوام انسان كاريبي لبيا بميني لعقل انسان وحياة انسان نظر انسان بي بجي يعني مثلا من اخوارين هنا الزهير اوج اخوارين لوقت انسان بي حياة انسان بي جيانك الزهيرة حياة انسان بي جيانك الحياة بي دوام ادبي اواقو عقل انسان وبدنا انسان محافظتك وين او قم معناتك معناتك كلامك او خده بيت بيه بفن حلال الذي لا يعصي الله فيه سيدة ايه تبني سيدة ايه تشمع دي سر هر از اونام او خوشق عبارة وصا دينة دينة بني او خوشق دينة وصا يلشمش بقى وقب كبري وقب كبري كبري قادرمي يلشمش بقى فالحلال الذي لا يعصي الله فيه ووصا فيه او صب هنا الحلال الذي لا يعصي الله فيه حلال قوي يكون بأمر ياخذ تيد النايكرم جرتي قوتك حلال والصافي بقول وصافن الذي لا ينسى الله فيه قوي يقول نسيان ياخذ تيد النايكرم يعني خذ تيد نايش بيكرم تركا خذ نايكرم يعني وقتكم تقول مال ذكري خذ بسم الله بيجا يعني بسم الله يسرد بيجي ذكري خذ تيد ذكي يعني وان قربان مربان قوتين سرجي كرين يعني ناوي بوت بوتار سري نايك والقوام قوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل أواقو النفس إنسان بي لبيات سكنة ومثل عقل إنسان جي بيتي محافظة كرين جوير رجتي قوتن قوام يعني وشتري مادة دي تنه عقل إنسان كو بيبه نابا ملك بس تدري بقى هنا مخوارين هنا وقت إنسان تخي بي جيش دي او اريد يعني مقصد جرسبي حلالي ما يستطاب او قوتي باق طلبة باقجية طيبية تيدهايا ويستلذ اذا شخص يستطاب يعني قد مارد داري ينوى كينك تخواني كوامر لنرى بيزي مارجي داري ويستلذ من المآكل والفواكه وأواجد أوال لذتي تخصن جخارنا وشفيكيا أجوارتي قوتن حلال
ويشهد له مجيئه على عقب قوله وهم شهد بني التجيرة هاتنا ويناك الدو في آيتها وخداية على قوتي وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين مثلا وخداية على زوجل باي ويرتيني مثلا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اياد باي كينا باي آويناهما سيدا اف آياتا قلت آنا معنى كي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات دو باي وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعينات يا باي ويرا بلي يعني شو أبي شو شهادة يده؟ أمزنا آية وجعلنا إلى رب وتزات قرار ومعين ويا أيها الرسل يا أيها الرسل كل من الطيبات أبقوا طيبين آنيا يعني إشارة كيف أبو دبكو خدا جحزتي دبكو خدا جحزتي مريم وجحزتي حزتي عيسى بخرا قلت بها اشخويتين يا يعني خدا قلت ما ويا من الطيبات طيبات ما يصفاب ويدج من الماكل والفواكه قلت وعوينا ما الى زبكتك ما يعني ما وان منزل وان نقلی وی داری که مر بیشه ویژه که موانان اکاشی که بعضا خوارنیشی فلان تکرنی دمه او خوارن اکو پی لذت شد و پی حیات دروازده و پی پاخشه تمیزه چکیش پیغمبر و دیا پیغمبر کرایه جو خوارن و خوارن او فیکیه او خوارنی بو مثلا طلب پاخشی تمیزیه و او داری او جیه کوانکریه وی داری جیه بلغیه بیه يعني او تبيب ولسر بله يعني خدای تعالی هم آف هم فیکی داری فیکی هبونا آف هبویم بله لیکن هذا بشيز از وام اي بني ويشهد بالله مجيء على عقيب قوله واويناهما اي اويناهما بني ربط ذات قرار معين اي ذات السمار وما وقلنا لهما مقول ما هذه فكلا مما رزقكما واعملا صالحا ففي أيضا أن هذا الإعلام لعيسى ومريم عليه السلام فذكر على سبيل الحكاية فيها وهو أولى من أن يكون إعلاما ابتداءنا يعني نكو مثلا زي بجم تسبيكرنك وإعلامك باشقيا ها يعني دبك خدا دبك خدا جوان هر ديارة قطبة يعني أوكي يعني قطية إجا مثلا دبين قطية الرسل يعني دبك وجبنا تعظيم حزت عيسى قطبة رسل او دبک و رسول یعنی حضرت عیسی پیغمبر کریه او تمام پیغمبر د کوین بری آیا ایجا وصل بجه یعنی ویشهد له و یجوز ان یقع هذا الاعلام عند ایواء عیسی و مریم الى الربوة بلی و درست ان یقع هذا الاعلام و اب اعلامها و خدای تعالی گوتی بخون چشتی پاکش عند ایواء عیسی و مریم وقت يقول حويانا حضرت عيسى ودي أمام مريم بارب وديبا خديش وارب ودي إذا فذكر على سبيل الحكاية خدا حالي وان حكاية كش مرض بيا إذا ذكر أول السنة حياة حكاية أوان بحث واتكي أي آويناهما فديت بما أو حوان وقلنا لهما هذا وما جوار قوتن كل من الطيبات أي أعلمناهما ما او علماندن ان الرسل كلهم وتمام پیغمبرا خطبوا بهذا في چشتها هاتنا خطاب کرن و چشتی پاقش و حلال بخن فكلا مما رزقنا من الطيبات و عمل صالح نخوا فكلا بخن يا حضرت عيسى و حضرت مريم مما رزقناكما اب چشتی گو مخستی رزقی و گو آب و فیکی و نعمتی ویدرنا وعملا صالحا وعمل صالح بكن اقتداء بالرسل وجي اقتداء ببعض پیغمبري چوي و اب خطاب تبارا هاتيه كرن و دي اب تش تبا خستيه ماني نبس يا سيدان ماني بيجي وانا اون صالح بس اقوني بيش بغلي عبدو يا بس تمام السلام عليكم الله خير يا سيدان